خير طلع البرنامج قد خلصت. هلا ابي الله على اللوكيشن الجامد والله جميل. دقيقة صح؟ طيب جيب هذا هنا. لا 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 لا, لا. اسطورية صدقني المكان اسطوري والله صدق. لا فيها لمة هي مفروضة حتى من قوتنا فخمة مفروض تفسخ حذائك برا والله توصل؟ ايه والله جامد هنا وتدخل إيه. بس هذه عشان قوانين الجلسة طاولة تكون كذا باتجاه ايش؟ باتجاه الطاولة الطويلة. ايه في نسانيس نمسف احنا عندنا في شو اسمه بجيب بس اشياء تكحيلية. ايش سميت انا؟ في الفناء؟ الفناء الخلفي؟ لا الجلسة الخارجي. ايش سميتها حقتنا احنا؟ ايش؟ ايش يا فلاح؟ بقى فلاح هذه ايش سميتوها؟ هذه اسمها جلسة وسط المدينة. وسط المدينة يعني كذا جلسة وسط ايش يا ابو؟ وسط المدينة. وسط المدينة ايش يعني ايش تعتبر الجلسة؟ اوكي اوكي عبيده عبيده مرحبتين الله يسلمكم. ان شاء الله انا يعني الجلسه ما لها قوانين كذا راح نسيب من قوانين الجلسه ما في قوانين. عبر 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 اوش اهدر انا ماني مسولف اليوم بسكت دب عشان ما لازم اقاطع. تفضل لا لا انا ابغى اسال جلستنا سؤال انا ابغى اسال سؤال. تفضل سميت جلستي انا نسيتها. طيب ممكن اسال جلسه خارجيه بدون تصدر؟ اي صح معليش اسف بس إيوه. جلستنا خارجيه زي كذا. طيب وثلاجتين قهوه وشاي. انا بجلستي بالسطح تقريبا زي ساحة الإبداع نفس الديزاين يعني. طيب ممكن دفعت عليها صراحة مبلغ عالي بس ممكن مصدر. استلم الحوار ممكن يعني بعد ابنكم ما ادري يعني. والله ودي لا تقول استلم الحوار يا اخي ما من قوانين من قوانين الجلسة ما في قوانين. طيب انا عندي سؤال اسال ما في ما في قوانين عرفت فاقدر ازب. طيب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. بالله يا رب خليني امسك حوار ودي امسك حوار ممكن مسكت حوار مسكت حوار خلاص انتهى ودنا صدر مشاهدة. انا ودي اسال سؤال اليوم يعني كان يوم مختلف اتصال ام صالح اي والله وام مشاء صح انا شفتهم وقد مريت في الموقف ده وقتها ما تعرف ايش تقول ما تعرف ايش تعبر ما تعرف ايش تقول يعني تقول كلام انت ما في كلام افضل تبغى تقول. فصالح كان هنا بس ما ادري فين راح. صالح همسك من قبل الاعداء اي تطبوب مسامع اخيرا سوى مخالف الحمد لله. فانا ودي اسالك يا مشعل تفضل بالله ايش الشعور اللي جاك وايش يعني عبر عن موقفك وجه كلام اذا في خاطر كلام ما قلته تقدر تقول. حياك الله يا استاذ احمد. شوف وضعي ذا اليوم مثل وضعك اذا قمت من النوم وقاوركم سلام نفس المبدا مبدا اللخمه عرفت وتكلم 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 امك يعني بعد غياب ما عندنا طويل كله. فيوم جلست كذا استوعبت ان راح الكلام كله جاني في تاس جاني في تاس من اللخمه انا لخمه مشاعر متلخبطه جدا مع شوق مع بس انا لفتني شيء انا ما ذكرته يوم قال يوم رد الدكتور خالد عن نقطه ان امي متعلمه ان عجبها مساله الدعاء اللي كانت تدعيه الله يحفظها ان شاء الله كنت وقتها بوقفه بس كانت هني العبره شفتك زاطاني اشوف تبلع كان اشوف يوم يتكلم مره 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 متلخبط معلومك والله معلومك يوم قال انها متعلمه. طبعا اول شيء هذه معلومه اول شيء امي في طفولتها ما كملت الدراسه اخر شيء درسته اللي هو ثالث ابتدائي وثاني ابتدائي إيه بعدين وقفت إيه بعدين وقفت فتره طويله 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 الى تقريبا قبل سنه قاعده تدرس اول شيء تدرس وغير عن كذا كان هدفها شيء واحد الحين امك تدرس ايه ما شاء الله امي طبعا السنه اللي راحت توم متخرجه من سادس ابتدائي ما شاء الله ما شاء الله الله يخليها وهذا السبب كله او هذه ليش رجعت الدراسه بس عشان تقرا القران الكريم صراحه ما شاء الله امي ما كانت تقرا ولا تكتب فحاولت وثابرت والله انها تثابر حتى كانت تداوم في العصريه ايه مدرسه ايه دوام الامهات في العصر بيجيب قهوه وشاي فكانت امي فاقده شيء فدائما يقول لك اللي فاقد الشيء يعوضه في اللي قدام. حتى اذكر مره والله انا كانت تخنقني العبره لما تجي امي تقول ذاكر لي تخيل
تجيك امك تقول ذاكر لي، المفروض العكس. تسن يعني في طفولتي امي ما كانت تذاكر لي، كانوا يذكروا لي خواتي اخواني، كانوا هم اللي يذاكرون. فلما تجي امي مرقتني في المشب قالت مدت كذا كتاب قالت ذاكر لي علمني. طبعا القراءه حق سادس ابتدائي يا اخي شعور حلو، تبسط شعور حلو، وبنفس الوقت يا اخي يحزن شوي، عرفت محزن. الشاهد امي ثابرت وكانت تعكس فقدانها فينا احنا دائما في مستوى دراستنا كامل، مع انها ما تقرا ولا تكتب. ابشركم الحين ترى تقرا وتكتب ما شاء الله، ما شاء الله تبارك الله، صارت ترسل في الواتساب. الله يخليها لك ان شاء الله. بعض الاوقات تسجل دي، بس ان اوقات كثيره تكتب. اوه تسجيل ودق اتصال. ايه المهم، ف ايش كنت اقول؟ ايه تعلم. فكانت ايش تغرز فينا مساله التعليم، انها كانت فاقده الشيء ذا، تغرز فينا تغرز فينا. والحمد لله يعني اغلبنا اللي طالع بماستر واللي طالع الحمد لله، هذا من فضل ربي علينا وكله بدعم امي لنا. كانت امي مره يعني دراسه عندها خطأ. كانت فاقده الشيء وقاعده إيه؟ تعوضه فيك بالضبط، كانت تعوضه فينا. فالله يجعلني فداها. والله اني اليوم اني حزنت على نفسي اني ما قدرت اتكلم معها وما قدرت اخذ علومها. تعابيرك واضح. ايه فالله يجعلني فداها، حزت ما طريناها ويطول ان شاء الله في عمره وعمر الله هاتكم جميعا. اللهم امين. بس والله والله شوف انا اللي لفتني من مكالمه امك يعني شوف مشعل عندها غير طبعا. حتى لو يعني اخوانك ما فيهم قصور وانت اخر العنقود اخر العنقود اني قدرك نسختنا كل ابوها عناقيد والله انا قدرت انا قدرت في اخر العنقود ترى له معامله خاصه. اسال واحد في الوسط الوسط دائما انا طول السلام واضح انها كانت معامله يعني مشعل عندها شيء ثاني. فالله يخليها لك خليك لها يرزقك برها ويطول في عمرها ان شاء الله. الله يسلمك. والله لفتني هذا اللي صار اليوم والله انه اننا خنقتنا العبره احنا كنا جالسين كيف انت الله يسلمك. حتى ابو داحم قام ترى ملاح ما سويت شيء ما سويت شيء. انا خليني بغير الموضوع، عندي التفات انتباه التفات انتباه الله انتبه لك انت. اول شيء اسال الله ان الله يخليها لك طبعا ثنائيتي الدينيه ويحفظها ويطول في عمرها ويرزقك برها امين ان شاء الله. يمكن تقول كان انت تعلمنا وتجينا. انا كنت مره جالس هنا في المسجد انا ابو صالح ادمس طلعوا ابو جابر طلعوا على المستشفى. كان يقول لي امي كانت الله يرحمها ما كانت تقرا تكتب. يقول كانت تنزل مين؟ ام ادمس ايه الله يرحمها الله يرحمها لا تكتب ولا تقرا مره. يقول كانت تحط الدفتر عندي تقول ليش تكتب كذا؟ يقول انا كاتب صح. كانت تطالبني ليش؟ يقول والله اني امسحها واسويها. يقول انا ما ادري انها ما تعرف. يقول احسب انها صادقه يعني الشيء ذا. يقول كانت تلطمني اذا شافت خط احمر من المدرس كانت تلطمني انا عبد الله واخوي محمد. كانت يقول ما درينا غير لين يعني استمرينا في الدراسه. استمروا اخواني يقول انا اصل الثاني ابتدائي يقول دريت ان امي ما تقرا ولا تكتب بس انها تشوف الخط الاحمر ذا وتلطم. شوف الشعور يا ولد يا الله يطول في اعمارهم. يوم قالت امي يوم قالت كانت تتكلم عني وتقول حنون وما الى ذلك. دائما سبحان الله الابن ياخذ من طبايع والده. امي تعامل يعني مثلا يعني احنا كقريه كامله حتى تلاحظون من كلامها تعاملنا كنا بخط واحد يعني لدرجه انها تحب دنعه بنفس محبتي او يمكن اكثر مني دنعه تحب معروف. الله يخلي لك. ايه اللهم امين. فحزنها مره موقف معجب إيه؟ حتى يوم تكلمت إيه؟ حتى تكلمت إيه؟ تقول تغير صوتها إيه؟ الله يجعلني فداها معامله كذا. والله يجعلني فداها والله اني اقولها واعيدها وازيدها. الله يجعلني فداها في كل يوم. والله انهم يعانون بما انكم اضطريتوا للمدارس والدراسه والمذاكره. امي لا درست ثانوي ودخلت معهد بعدها حاسب. اتذكر زمان والله اني اتذكر احنا نوديها المعهد يعني هي خلصت ثالث ثانوي بعدين تزوجت جلست فترة بعدين رجعت تدرس معهد حاسب. أتذكر يوم كنا نوديها زمان كانت إيش أتذاكر لنا مذاكرة يا ولد مدرس في البيت تلطيم تصفيق فاهمة كل شيء. ذاكرت لي للرابعة ابتدائي. بعد رابعة ابتدائي قالت خلاص الآن ما عاد أذاكر لأحمد ما عاد أذاكر إني كنت دافور يعني مرة ما تلقى علي زل يعتمد على نفسه. إيه ومن رابع ابتدائي ما عاد صارت ذاكر لي. أنا شفت ذيك يجيك شعور اللي تشوفها تذاكر لإخوانك بس أنت ما تذاكر لك تحس إنك ليه ما تذاكر لي هي ما تبغى تذاكر لي وهي تشوفني إني ما أحتاج ما أحتاج.
واني اجيها قلت البولس انا ما حفظت ما اتوقع اني غلطان فيها قراءه وما قراءه نص ايه نص قلت هماني ما اتوقع اني حفظتها فانا جيت سمعني واغلط فيه عشان ترجع تذكر عشان ذاكر ليه ذاكر اخواني وانا لا ورع انت ممتاز يا اخي خلاص المهم وبعدها بسنه صرت اذاكر لاخواني انا هي مع الذاكر خلاص تقول خلاص اذا خلص حسام اخوي الكبير كبير اكبر مني بثلاث سنوات اذا خلص تقول روح لاحمد ذاكر لي اي والله اني اذاكر له وهو اكبر مني هذا كله فيني خوف يعني يعني فيني اني بلطمني شيء في نفس الوقت اذله شوي يا غلط تقول لي صح خذ راحتك هو ما كان يحب الدراسه حسام هو الدراسه خطام متوازيان لا يلتقيان مره لدرجه يوم سوى عمليه راح الرياض طبعا يوم سوى العمليه كان قد عدى ثلاث ارباع الترم باقي شوي بس وجت الحاله ومشاو جوه المدرسين جاه الوكيل اللي راح له للرياض الله يبيض وجهه اتوقع انه كان ايه عبد الله زيد اسيري الله يبيض وجهه راح له للرياض وجاب له الاسئله نهائي قال نبغى ننجحك انت ما قصرت ترم كامل مع الذي اكتب اسمك وحل حاول تحل بعد العمليه طبعا حاول انك تكتب الاجابات تتذكر اكتب اي شيء على الاقل اعمالك السنه كويسه ممكن تنجح قال لا اقول لك انه ما يحب دراسه قال لا قال يا مسلم عشان تنجح قال عادي عيدها ما ابغى ونطلبه يطلبون اهلي قال ما ابغى وعادها عادوا له ثمانيه كان بعدين يعني دخل اهليه يدخل اهليه ويجيب ثمانيه اهلي هل انتم مع مقوله اغبي في الدراسه ذكي في الحياه وغبي في الحياه ذكي في الدراسه؟ لا والله انا لا أنا والله غبي فيها كلها يعني انت دلوخ في كل الحالات والله انا مدلع لا يعني شوف لا انت ممكن ما توقع انت برضو يعني انت في الحياه على سبيل المثال مساله الشعر ايه على سبيل المثال يمديك تستخدمه في حياتك صدق وتتعين منه خير وانت بعد وش عيب يروح يطلب قاره يقول عطني بيت انت صوتك هلا يا صديق يمكن يستغله في جانب يعني يا اخي صوتك يسمعه فلاح في الاعداد يا اخي انت حصان سامعك